من شوية أنا اتكلمت قلت I have to benchmark this problem. يعني التست اللايبرري اللي أنا شغال بيها، الميثودولوجي اللي أنا شغال بيها. ففي ناس عاملين benchmark problems كتيرة جدا أقدر بيها زي ما احنا نقول نتاكد من الايفالويشن والسيل كالكوليشنز اللي انا عاملها واتاكد من الايفالويشن نيوكلير داتا فايل اتاكد من كل وامنع الايرور بروباجيشن من الستيب لستيب. في اول حاجه هنعملها النهارده ان شاء الله نفهم القصه. احنا وصلنا ان انا عندي تو جروب ديفيجن ايكويشن من شويه ودي بنش مارك مشهوره اسمها 3 دي اي بي دبليو ار بنش مارك بروبلم. البنش مارك بروبلم دي شكلها زي ما انتم شايفين بسيط جدا اهوت. انا هنا بصلها من بلان فيو وهنا بصلها من اتجاه زد او واي زد. ده برشاز ووتر اكتر نتيجه للسيماتري واخد بس ثمن المفاعل. يعني ممكن الماتيريال لو انا كررت دي 8 مرات احصل على الكور كله. فانا بما ان الحاجات اللي هنا ايدنتيكال اللي هنا اللي هنا اللي هنا فانا خدت الجزء كده ايه طم المفاعل بس. طب ليه ما خدتش المفاعل كله؟ عشان اقلل كومبيتيشنال تايم. في الاخر دي نيوميريكال ميثودز هتحسب. فانا كل ما اقلل الجيومتري طالما عندي سيمتري هاخد وقت قليل. فده المنظر اللي احنا شايفينه ده. هنا انا عندي ده الريفلكتور الاصفر ده حلو. بعد كده هلاقي فيول ده ريتشمنت معينه. دايما الريتشمنت بتاع الفيول بغير عشان اعمل باور فلاتنم. فانا هنا عندي الريتشمنت مثلا عاليه هنا الريتشمنت اقل. في نقط هنا 1 2 3 4 دي كنترول لودز. كنترول لودز يعني ايه؟ الفيول اسامبلي بيدخل فيها الكنترول لود كده زي الشوكه بيخش في وسطها كده. اذا الكروس سكشنز هنا بتاعت ايه؟ بتاعت فيول اسامبلي بلس كنترول لودز مش كنترول لودز بس. اوكي؟ لو بصيت للزد اكسس هو اللي احنا عملناه هنا ده الريفلكتور اللي هو الجزء ده. ده الفيول الاولاني اللي هو بريشمنت معينه. ده الريشمنت الثانيه اللون ده وده وده ده الكنترول لود. لو نلاحظ في الكنترول لودز ان الكنترول ده فولي انسيرتد يعني داخل من في كل الزد. هنا ده بارشلي انسيرتد يعني الكنترول لود ده مش واصل للنهايه يعني داخل جزء منه بس في كور. فهتلاقي ان دوت الفيول اليمنت العادي وده جزء هو الفيول اليمنت بلس الكنترول لود. طب الميه انا واخد 20 سنتيمتر ميه تحت و20 سنتيمتر ميه فوق. طب ليه مغير الثلاثه دول؟ حد عارف؟ حد عارف؟ شو بس يعني انا دي ميه كلها. طب ليه انا مغير الثلاثه دول؟ اه مش الكنترول داخل من فوق كده فهو دخل هنا يبقى الجزء ده ميه زي الكنترول صح؟ يبقى الجزء اللي تحت فيول زي الكنترول وهنا ميه زي الكنترول. طب ايه فايده انا قسمتهم بديفرنت كومبوزيشنز ليه؟ لان هم اكشولي كل لون فيهم هتلاقي ليه جروب كونسنس بتاعته. فانا لو عندي عليا كل واحد ليه سيجما ابسوربشن 1 سيجما ابسوربشن 2 1 يعني ايه؟ انا عندي تو جروب ايكويشنز اهي. الفاست نيوترونز الفاست نيوترونز يحصل لها ليكج يحصل لها ابسوربشن. بص انا هنا ابسوربشن كاتب واحد واحد لان الابسوربشن للفاست. يحصل ترانسفير من جروب واحد لجروب اثنين. فدولك كده ان لوس ميكانيزم في الديفيجن ايكويشن. اوكي؟ ده المفروض يساوي السورس. السورس اللي هو ايه؟ الفيشن للثيرمال مش الفاست. لان الفيشن بيحصل للفاي 2 اللي هي الثيرمال نيوترون. صح؟ الانتراكشن بتاع الثيرمال نيوترونز هو اللي بيطلع فاست نيوترونز. فعشان كده هنا كتبت فاي 2 اللي هي الثيرمال. لو بصيت للجروب 2 اللي هي بتاع الثيرمال هلاقي نفس الحكايه. يا ليكج ابسوربشن. السورس بتاع النيوترونز جاي منين؟ من الترانسفورم من الانرجيز من جروب واحد اللي راحوا لجروب اثنين. طب انا لو عامل ديفيوجن كالكوليشن اقدر احط الكونستنس اللي هي دي واحد ديفيوجن كوفيشنت للفاست جروب ديفيوجن كوفيشنت للسيما جروب. اقدر اجيب كل الكونستنس ديت
كل region اللون ده مثلا corresponding للريشمن دي او الفيول element ده ده group constants بتاعته ومسميه فيول 1 فيول 2 فيول 2 زائد رد اللي هي اللون ده طيب reflector اللي هو اللون ده اللي هو او اللي تحت لان كل ده ميه او ممكن reflector بلس رد يبقى كل region بقى عليه ايه؟ جروب كورس دي بدايه ما يطلق عليه كور كالكوليشنز اللي بتستخدم في ان انا اقدر اعمل بيها فيول مانجمنت لاي رياكتور انتوا تعرفوه. از سمبل از ذات. يعني ما فيش فيها بقى هتخش تلاقي لا الموضوع بقى كبر قوي حكايه لا از سمبل از ذات. طيب البنش مارك بروبلم دي الوكاله عاملاها ليه؟ عشان تتست فنشوف كده الناس عملوا ايه؟ قبل ما نشوف الناس عملوا ايه ملحوظه اخيره بس انتوا في لامارش عشان عارف ان انتوا بتدرسوها كده عشان لما اتكلم عليها ليتر وانا بنعمل كودز دلوقتي تبقوا فاهمين الباوندري كونديشن في لامارش دايما كنا بنقول فلكس بيفانش عند ايه؟ عند الباوندري بنقول عند الباوندري بيبقى بصفر وبعد كده لما كبرت شويه قال لك لا في حاجه اسمها اكسترابوليتد ديستنس يعني بعد الباوندري بحته فده الباوندري اهو وده الاكسترابوليتد ديستنس اللي هو الفلكس بيفانش عندها اللي هي بالقيمه دي فانا عشان اطبق باوندري كونديشن في كود بستخدم الفلوسفي دي انا عاوز اقول الفلكس عند النقطه دي لان اوريدي الباوندري بتاع الكود عندي بينتهي عند النقطه دي فانا عاوز اجيب فاي 1 ده اجيب النقطه دي ازاي؟ لان هي دي النقطه الحقيقيه اللي عند الباوندري بتاعي مش الصفر لان قلنا تاني ان الفلكس بيحصل له فانش بعد الباوندري كمان عند حاجه اسمها اكسترابوليتد ديستنس فانا لو انا عارف السلوب ده اوكي وعارف القيمه ديت يعني عارف الطول ده فاقدر اجيب القيمه دي حساب المثلثات حاجه سهله جدا انا عارف دي اللي هي دي فاي باي دي اكس مثلا وعارف دي فاقدر اجيب الفاي 1 فبيطلع لي علاقه دي ان الفاي عند الباوندري اللي هي فاي 1 هنا اللي هي الجزء ديت بتساوي حد لو انت عاوز تعرف الريليشن دي جت منين الفاي لها علاقه بالجراد بتاع الفاي او النبله بتاع الفاي اللي هو انا عملت لها ديفرنشيشن اوكي واضحه دي فدايما الباوندري كونديشن ده بنستخدمه عشان انا دايما ما عنديش النقطه دي في الجيومتري بتاعتي انا لما بوصف الجيومتري بيبقى عندي النقطه دي اللي هي على الباوندري اكشلي ففي واحد هو اتعمل بيبر عظيم قال لك ايه؟ قال لك انا هعمل نفس البروبلم دي هو عمل الفاينايت اليمنت كود بتاعه يعني حل التو جروب ديفرنشال ايكويشن بالكود بتاعه هو لنفس البروبلم بتاع الوكاله فالوكاله لما بتعمل البروبلم دي هي مش الوكاله اللي عاملاها بس هي إيه اسم البروبلم كده كل الناس بتحسب بكل الكودز وبكل الميثودز وبيقارنوا بايه؟ ببعض بالريزلت الرئيسيه او لو في اكسبيرمنت بالريزلت بتاع الاكسبيرمنت عظيم جدا فده واحد من الناس اللي عملت البنش مارك بروبلم دي ده في نيوكلير انجينيرنج اند تكنولوجي هو اختار كام بروبلم منهم نفس البروبلم اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي تاني ادي التايتل بتاع دي كانت لسه ساعة ما انا نزلت ممكن الكود ده كانت لسه البيبر دي اكسبتد هي تقريبا كانت سنة كام؟ قريبة 2015 او 2016 هو الراجل عمل حل نفس الحكاية البنش مارك بروبلم دي لكذا كريتيكال اسمين من الدي دبليو ار حسب الفي في اي ار اللي هو المفاعل الروسي برضه بس عمل الجيومتري ديت وحسب ايه اللي هيحسبه؟ فلكس ديستريبيوشن والكي تمام؟ الكي بتاع المفاعل ده كام؟ طيب كل اللي احنا المفروض نعمله الريزلتس اللي هو طلعها هل هو الوحيد اللي طلعها؟ لا هنلاقي في ناس ثانيه بميثودز ثانيه واسامي كودز ثانيه يعني ده عمل باستخدام فاينايت اليمنت كود يعني بيحل الديفرنشال ايكويشن بالفاينايت اليمنت ميثود
دي احد طرق الحل. في finite difference, في finite element. فده استخدم الفاينايت element method في الحل. في ناس تانية مثلا ممكن تكون حلت باستخدام سوفت ويرز تانية. هوريهم لكم كمان شوية صغيرين قوي. اعمل كده ليه؟ اطلع بره واعمل كده. طيب نفس البروبلم دي هل نقدر نعملها دلوقتي في 3 دقايق او في 5 دقايق باستخدام نفس الميثودز؟ يس وي كان. هنبدا دلوقتي نعمل نفس الموديل لنفس البروبلم ونرجع للبيبر نشوف هو كان مطلع نتائج كام ونشوف الناس التانية حاسبة ايه وهو ده الريسيرش اللي بيعملوه. مفيش حاجة يعني بيج ديل او حاجة صعبة اوي. الكلام ده بنقول عليه بنش مارك. طيب نروح كده نشوف نفس البروبلم ازاي نعملها. اخترت مجموعة من اخترتلكوا كود سهل قوي اسمه كومسول مالتي فيزيكس. الناس بتستخدمه في حسابات المالتي فيزيكس. يعني ايه مالتي فيزيكس؟ يعني يو كان موديل ات. هو بيحل فاينايت اليمنت. اعمل اي بروبلم ممكن تتحل بالفاينايت اليمنت وهيحلها لك. ممكن يحل هيت ترانسفير, ممكن يحل لو انت عندك بلازما هيتصرف معاه. هو فيزيكس. فهو طالما فيزيكس هي كان طيب هل انا اقدر اعمل نفس البنش مارك باستخدام الكود ده؟ اه طبعا اي كان دو ات. هل ممكن استخدمه في حسابات المفاعل؟ طبعا. الكود ده على فكره بروميسنج جدا لان هو في امكانيه الكابلنج اللي انا هتكلم عليه النهارده واللي انا عاوز اطلعكم بيه من المحاضره. ان انا اي كان كابل كل الكالكوليشن, اي كان كابل النيوترونكس مع الثيرمال هيدروليك مع الماتيريال. يعني ممكن ارفع الكونتور رود الاقي الفول اليمنت ده حصل له اكسبانشن كده. حد يقول لي ايه علاقه الاكسبانشن بان انا رفعت الكنترول وايه اللي هيخلي الفيول اليمنت يحصل له اكسبانشن؟ تلاقي لا ده رفعت الكنترول غيرت الباور, غيرت الباور خلت فيه ثيرمال هيدروليك جديده تمبريتشر ديستريبيوشن فحصل فيس ترانزيشن للماتيريال وتحولت من حاجه لحاجه فحصل اكسبانشن ليه. فده موضوع الكابلنج. ففي ناس اشتغلت يعني مش اللي بدعت انا موضوع الكابلنج ده بس مين اللي كان دو. ناس بتوع كندا اشتغلوا في الكابلنج, ناس بتوع هايفر ده ريسيرش رياكتور موجود في اوكريدج. الناس دي كلها بتشتغل دلوقتي في عمليه الكابلنج ما بين بتوين النيوترونكس ثيرمال هيدروليك ماتيريال. اوكي احنا هنتكلم عن النيوترونكس. فنرجع للمساله بتاعتنا, نرجع الجيومتري. انا محتاج اعرف الجيومتري. فانا كل اللي عملته في الجيومتري ان انا رسمت, هو طبعا انا بختار من الجيومتري مثلا ريكتانجل وابتدي ارسم المستطيلات دي جنب بعض. كل واحد له اكس واي زد. هل صعب ان اي حد يرسمها؟ مش صعب. طبعا الكودز ديت طبعا المان ماشين انترفيس فيها عالي جدا. ده انت ممكن كمان تاخد من الاوتوكاد ترمي في الكود. تقدر مدخل كده هوريكم كمان شويه كده المناظر ما ينفعش تعمل بايه. لو قعدت تعملها بايدك هتقعد سنه. يقول لي التقاطع الالبس ما مش لا هو بياخد رسمه الاوتوكاد ويرميها لك هنا على طول. فانت دلوقتي عندك ادي الرياكتور عظيم, هو ده الرياكتور ده في الاكس واي. طب انا عاوز ارفعه. اما ارفعه بقى لازم اقسم الريجنز. مش انا كان عندي 20 سم ميه تحت وبعدين جزء رياكتور وبعدين جزء فيه كنترول بارشل انسيرتد وبعدين جزء فيه ميه في الاخر. طيب فانا اول حاجه هرفع على 20 سم الاولانيين دولت اكسترود. ولما اقول اكسترود هيبتدي يرفع لي ال 20 سم دولت. ها
عمل لي بلوكس الطول بتاعها كام؟ 20 سنتي زي ما انتم شايفين كده. كل بلوك منهم ممكن احط له اي انفورميشن انا عاوزها، بس هو قسمهم لي، قسم لي بلوكس اهي زي ما انتم شايفين بنفس الجيومتري. طب انا عاوز اعمل يبقى دي شويه الميه اللي تحت صح؟ فيها حاجه صعبه؟ الاكسترود ده عملته كام سنتيمتر؟ 20 سنتيمتر، لان الميه اللي تحت قلنا انها 20 ايه؟ سنتي. فكده انا عملت بلوكس، البلوكس دي طولها كام؟ 20 سنتيمتر. طيب اقوم جاي عامل ورك بلين فوقيه، فعمل لي ورك بلين. لو انا اتكلمت بقى انا مدي الزد كوردينيت بتاع الورك بلين اللي فوقيه بعد 20 سنتي، يعني انا واخد الصفر من تحت فدولت البلوك الاولاني، فعملت البلين الثاني فين؟ معنى. طيب هحط عليه نفس الجيومتري بتاع التو دي اللي احنا قلنا عليه، لان ما اتغيرش حاجه في الجيومتري، فهحطها هي هي. وبعد كده هقول اكسترود كام؟ 260 سنتي، واقول له بلت سيلكت. فكده كانه رسم لي 20 سنتي سيبريتد، وبعدين رسم لي ريجنز فيهم 260 سنتي. لحظة انا ما خدتش، انا بتكلم في بوشاز ووتر رياكتور 380 سنتيمتر. طب انا هنا خدت ده لحد الكونترول رود عشان ابتدي اميز افهمه ان الحته دي فيها كونترول رود. طيب اند سو اون بلين اكسترود لحد اما ارسم الجيومتري كلها. لو بصيت على الجيومتري من الاكس واي عليها بالشكل ده من فوق، البنش مارك بتقول طن الكور. حلو؟ طن الكور لو انا رجعت للرسمه اللي فاتت هنلاقي ان طن الكور ده المفروض دول مش هيبقوا معايا، يعني طن الكور الانصاص دي كلها مش تبقى معايا. اوكي؟ تمام؟ دي الرسمة. طبعا البيبر اللي احنا شفناها اللي انا وريتها لكم شوية هوريكم، هي الثري بيبرز، هي والثري بيبرز زيهم كان فيهم غلطة صعبة قوي. انا مش عارف الغلطة دي هل هي غلطة في الحسابات ولا في الرسومات بتاعتهم، بس معظمهم واصفين طن الكور زيادة. طب انت عشان تعرف طن الكور حدوده عاملة ازاي بروح مش للبيبرز او البابليكيشنز، بروح للبروبلم الرئيسية. يعني انا اكتشفت ان معظم الناس اللي ماشيين في البروبلم دي عاملين الجيومتري مش مظبوطه. ده بالرسومات بتاعتهم، انا ما اعرفش هي اكشولي بالرسومات ولا في الكالكوليشن كمان، بس ما علينا. فانا عشان ارسم طن الكور فهتلاقي ان ده كان لازم اقسمه بالنص كده ويعمل انترسكشن مع ده، يبقى ده كده طن الكور. فانا بعمل بلينز بوصفها بلين بيقسم دي النصين اللي فوق، وبلين تاني بديله الاكس واي زد. انا ممكن اعرف البلين باي ثلاث نقط في الجيومتري، وبلين تاني يقسم من هنا، وبعدين اقول له ارمي الباقي. ارمي الباقي فهو اللي هيرمي اي حاجه اوتسايد الجيومتري بتاعتي، وفي الاخر هيبقى عندي الجيومتري رياكتور. عظيم لحد كده. اوكي انا كان عندي تو جروب ايكويشن، تو بارشال ديفرنشال ايكويشن، فانا هختار البارشال ديفرنشال ايكويشن وهقول ان انا هحل كام معادله؟ 2. فانا عندي فاي 1 وفاي 2، فجيت هنا قايل له فاول حاجه ايوه ان انا عندي ايه؟ الديبندنت فاريبلز يو ويو 2، يعني الفاست فلكس اسمه يو والثيرمال فلكس اسمه يو 2. انا ممكن اغير اساميهم، ممكن اسميهم اي اسم، بس هو ده الديفولت بتاع البرنامج فسيبه مش مشكله. فاست فلكس اسمه يو، ثيرمال فلكس اسمه يو 2. طيب فاول حاجه انا بعمل الكلام ده لاول ريجن،
الريجن ده اللي هو بتاع الميه صح؟ نتعلم عليه بالبلو ده، مش ده الريجن اللي احنا محددين عليه بتاع الميه؟ مش ده كان له جروب كروس سكشنز؟ دي واحد ودي اثنين، سيجما ابسوربشن واحد سيجما ابسوربشن اثنين. اوكي؟ لو الكلام ده دخلته كانبوت نشوف كده، انا مدخل الكوفيشنز، ادي الكوفيشنز مكتوبه بشكل ماتريكس، لان انا عندي اصلا الايكويشن، لو انا كتبت الديفيوجن ايكويشن ممكن اكتبها بشكل ماتريكس كده. لو انا دي عندي فاي واحد ودي فاي اثنين، هنا بكتب الناقص دي جراد سكوير اوكي بلس سيجما ابسوربشن دي واحد ودي هتبقى مثلا ناقص دي اثنين جراد سكوير فاي، مفيش هنا الفاي، زائد سيجما دي واحد ودي سيجما ايه اثنين، هي نفس الاسلوب الكتابه. لو انا بالماتريكس قلت ديت في دي بيساوي السورس، السورس اللي هو نيو سيجما فاي سيجما 2 فاي 2، والسورس هنا هيبقى الترانسفير كروس سكشن من 1 ل 2 زي ما احنا كنا. فانا بحطه بنفس الشكل، هو هنا بيطلب مني ان انا احط الدي الاول، فالدي هتبقى ايه؟ هنا وهنا، هنا هيبقى بصفر، هنا هيبقى بصفر. عظيم؟ ففي ادي الماتريكس هي 2 في 2. فحطيت دي واحد وهنا حطيت دي اثنين، جبتهم منين؟ من التيبل اللي انا لسه موريه لكم، مش انا قلت لكم الرياكت كونسس محطوطه لكل ريجن، فحطيت دي واحد واثنين. اوكي؟ واضحه؟ طيب ايه اللي انا محتاجه تاني؟ سيجما ابسوربشن واحد سيجما ابسوربشن اثنين، كاني هعرف له الماتريكس دي بالتفصيل، سيجما ابسوربشن واحد سيجما ابسوربشن اثنين، بس هتلاقوا القيمه دي مختلفه شويه. لان انا قلت لكم في الفيرست جروب السيجما ابسوربشن بنضيف عليها السيجما من الواحد لاثنين، فدي هتبقى مجموع السيجما ابسوربشن واحد زائد السيجما من واحد لاثنين، ودي هتبقى سيجما ابسوربشن اثنين. اوكي؟ طيب وبعدين السورس تيرم، تمام؟ هل السورس تيرم هنا للفاست بكام وللثيرمال بكام؟ اللي هو اخر حاجه اللي احنا كاتبينها الاف. اوكي؟ لو انا رحت لجروب تاني، الجروب ده قد يمثل الكنترول رودز او الفيل اسمبلز اللي نازل فيها كنترول رودز، مش كلها لها بعض ديفيجن كونسنس، فبحط الديفيجن كونسنس ديت بنفس الاسلوب بتاع المره اللي فاتت. بس هنا ابتديت احط الديفيجن كونسنس كلها، حطيت الديفيجن كونسنس بنفس الاسلوب لحد في الاخر الفيشن ده بالنسبه لجروب الووتر. بس عشان الووتر ما بيحصلش فيها نيوكلير فيشن، فهنلاقي ان الفاست جروب ما فيش هنا نيو سيجما فيشن، لان انا بتكلم على ووتر. انما السكند جروب اللي هي الثيرمال جروب في جروب ترانسفير كروس سكشن، فلها سورس، لها سورس اوف ماتريكس. لو انا جيت على اللي بعدها هلاقي انا عملت الكلام ده بالنسبه للكنترول رودز وحطيت قيم الدي اند سو اون. اللي بعدها فين الاليمنت نمبر 2؟ اللي بعدها الووتر اللي فوق بلاس الكنترول رودز، الجزء اللي فوق كل ريجن هبتدي اديله اللي بعدها اللي هي الميه بس، اللي فوق واللي تحت. طيب يبقى انا عرفت كل الزونز بكل الماتيريالز بتاعتهم. ولاحظ ان مفيش حاجه بتبقى محطوط فيها تو كونسنس، لازم يبقى سنجل ريجن يعني. طيب يبقى ناقص لي باوندري كونديشنز. ايه هي الباوندري كونديشنز؟ لسه قايلين عليه دلوقتي، ان انا ممكن اقول علاقه ما بين الفلكس والدي فاي باي دي اكس او دي فاي باي دي واي،
اللي هي موضوع الاكستربوليتد ديستنس. فكل ريجن وليكن الريجن ده فين الباوندري بتاعه؟ هل الريجن ده ليه باوندريز؟ لو بصيت من فوق هلاقي في باوندريز في اتجاه الواي، يعني الباوندري ده في اتجاه الواي، الباوندري ده في اتجاه الواي، الباوندري ده في اتجاه الواي، في باوندريز في اتجاه الاكس زي ده وده. طب بالنسبه للحاجات اللي جوه دي، لا ده هنا بقى الفلكس بقى كونتينيوس، مالهاش دعوه بالباوندري كونديشنز. يعني الفلكس في عند الباوندري ده هو فلكس في السيل ده بيساوي السيل ده، ده كونتينيوس فلكس، انما هنا ده باوندري. طيب فبحط باوندري سيستم اهو زي ما انتم شايفين في اتجاه الاكس او الواي. انا عرفت الباوندريز التو دولت اللي هم، انا ممكن اختار اي حاجه هنا، اي باوندري ممكن اختار، الباوندري ده الباوندري ده، انا اخترت اثنين بس اللي هم فين؟ اللي هم جوه الجيومتري دي وفعلا على الباوندري. واجي احط بقى القيمه بتاعتهم بدلاله، لو هو في اتجاه الواي بدلاله يو واي، يو واي زي الماتلاب، اما اكتب يو اكس يعني التفاضل بالنسبه للاكس، تفاضل يو بالنسبه للاكس، يو واي يعني التفاضل بالنسبه للواي. فانا كاني عملت نفس الايكويشن اللي احنا كتبناها، ده في اتجاه الواي. طب بالنسبه لاتجاه الاكس ادي الباوندرز في اتجاه الاكس برضه اعلم عليها، ده بالنسبه للريجن اللي انا مختاره. اذا كل ريجن فيهم حتى الريجن اللي فوق واللي تحت ليهم مجموعه باوندرز في اتجاه الواي او في اتجاه الاكس، بعرف الباوندرز ديت. يعني الريجن اللي فوق واللي تحت هتلاقي عندي باوندرز في اتجاه الاكس وباوندرز في اتجاه الواي، وكمان في باوندرز في اتجاه الزد. يعني الباوندرز اللي في اتجاه الزد هتلاقي اللي فوق خالص اللي بيعبر عن اللي فوق خالص اللي ده باوندري، واللي تحت خالص، وفي هنا هتلاقي باوندرز باتجاه الواي وباوندرز باتجاه الاكس. طيب حتى الان كل اللي انا عملته عرفت الديفرنت ريجن بالجيومتري، عرفت الماتيريال او جروب كونسنس في كل ريجن، اخر حاجه الباوندرز كده هي جاهزه للحل خلاص. بس فاينايت اليمنت بختار مش ستراكشر، زي برنامج كده بيستخدموه في برضه في رياكتور كالكوليشن اسمه سيت فاب او سايتيشن. سايتيشن لازم اخد مشز او اليمنتس، الاليمنتس دي كان انا عشان احل بالفاينايت اليمنت، هو نفس الحكايه بالظبط. انا ممكن اخد مشز هنا، فانا اقسم الجيومتري اللي عندي المجموعه من المشز زي ما انتم شايفين. حد يقول لي فين المشز؟ احنا مش شايفين زي حاجه سودا، الا لو كبرت لك شويه، كبرت الدنيا ديت هتلاقي المشز ابتدت تبان، عدد كبير جدا من المشز. وفي اوبشن الكونسول حاجه بنقول عليها ادابتيف مشز، ان هو الكونسول ممكن يتنيه يغير لك المش سايز في الحته اللي فيها ايرور كبير، ودي انا ما شفتهاش في حاجه قبل كده. يعني السايتيشن كنا بنعرفه المش زي الكتاب المقدس، وتقعد تعرفها بقى مش بالرسومات زي ما انا بعمل كده دلوقتي، كنت قاعد تكتب ارقام كده ما انتش فاهم حاجه اساسا، وكتبت رقم غلط يبقى انت بتتكلم في جيومتري ثانيه خالص. فده في ادابتيف مش استراكشر، يعني انا اقدر في حته معينه فيها ايرورز جنب كنترول جنب فيها مشكله، تلاقي اوتوماتيك الاليمنتس او المشز بقت تاخد عظيم جدا. فانا اقدر احل الكلام ده واقول له ستادي، ستادي في الكونسول يعني توكل على الله، حل الكلام ده بالفاينايت اليمنت. الكونسول بيحل ويجيب لي فلكس ديستريبيوشن، يجيب لي فلكس ديستريبيوشن عند ده ثيرمال فلكس مثلا او فاست فلكس، ممكن احسب لي يو واحد او يو اثنين، يعني ممكن ارسم ده او ده. طيب هنا هتلاقي عند الليكج جزء ده كده حصل فيه، وهنا الفلكس ماكسيمم، وهنفهم حته ماكسيمم هنا ديت هي اساس الموديول اللي جاي ان شاء الله انا هنتكلم فيه اللي هو في فيول مانجمنت، اللي هنبتدي نفهم منه حاجات اعتقد انها هتبقى مهمه جدا ليكم الموديول الجاي. هتلاقي ان هنا في فلكس عالي
وممكن لو عاوز اشوف الكلام ده 3D اقدر اشوف فين النقط اللي فيها البيكس. الريزوليوشن طبعا عندي على الكمبيوتر مش زي ما هو موجود في البروجيكتور، يعني الالوان اوضح والحياه شكلها احلى، بس تقدر تعرف شكل الفلكس عامل ازاي. طب قيمه الفلكس بقد ايه؟ حد عارف؟ فاكرين في الموديل الاولاني احنا كنا بنتكلم بيقول عندي 1000 نيوترون، عشان ابقى كريتيكال يبقى لازم يبقى ايه؟ 1000 زيهم. طب ما انا لو زودت النيوترونز شويه دخلتهم 2000 واوصل ل 2000 انا ستيل كريتيكال، بس الباور بتاعه المفاعل زادت لان النمبر فيشن زادت. فاذا انا ممكن اتمنى ازود عدد النيوترونز جوه الجنريشنز وازود الباور. لو خليت النيوترونز بدل 1000 2000 انا لسه كريتيكال لانه 2000 وصلوا لي 2000 بس عدد الفيشنز زاد، فمعناه ان انا بشتغل على باور اعلى. الفلكس ده عشان اجيب هو بيبقى ليه سبيكترم شكل، عشان اجيب بقى الامبليتيود بتاعه لازم ابقى عارف الباور. انتوا خدتوها في مارش ان النورماليزيشن كونديشن ازاي اجيب من الباور، الباور بتساوي ايه؟ انتر اكشن فيشن، الانتر اكشن ريت بتاع الفيشن او الماكروسكوبيك كروس سكشن بتاع الفيشن في الفاي بتاعه الثيرمال ده التوتال انتر اكشنز. وانت عارف ان الانتر اكشن بيطلع منه تقريبا 200 نور، بحصل منهم على قيمه محدده وبحصل برضو على كميه من الجامز اللي ممكن تعمل لي هيتنج. كل واحده من دول بحط لها فاكتور، وعن طريق الباور يبقى انا اقدر احصل على حاجه من على الويتنج فاكتور، حاجه كده المفروض هي دي اللي بضربها في الفلكس عشان ايه؟ تطلع لي مقدار الفلكس. لو كل ما الباور زادت الفلكس بيبقى نفس الشيء بس بيجو اب مثلا، او الباور قلت الفلكس ليه نفس الشيء بس بيقل. اوكي؟ فانا بطبق النورماليزيشن كده، عشان كده هتلاقيني عامل هنا ستادي 2. ستادي 2 ديت عباره بس عن 1 ايكويشن اللي هي خاصه بعمليه النورماليزيشن. اوكي؟ واقدر اطلع الكي فاليو هنا، طلع لي الكي او الايجن فاليو هنا، دي قيمتها 1.029. اذا الكود ده قدر يحسب لي الفلكس ديستريبيوشن ويقدر يحسب لي الكي. لو انا رجعت اللي احنا كنا بنتكلم فيه في المعادله هنا، هو ابتدى يحسب هنا الكي، فدي قيم الكي اللي عندي زي ما احنا طلعناها اولموست 1.029. هو كل اللي عمله هنا ان هو بيحسب الكي كل ما يخلي المش فاينر اند فاينر، اكيد كل ما تصغر كل ما قرب لكيرسي ايه؟ طيب احنا عشان عندنا الادابتف مش ستراكشر مش محتاج انا اقعد ازود، انا ممكن اخد المش ستراكشر بتاعي اكسترا فاين تبقى مش صغيره جدا واعمل له ادابتف مش ستراكشر كمان، فوصلنا لنفس الرقم ده اللي هو 1.029. عظيم. اذا نفس الحسابات اللي الراجل ده عملها لو انت واخد على الكونسول او بتقدر تكتب بسرعه تقدر تعمل نفس البروبلم النوت تايم وتطلع نفس الريزلت اللي هي ممكن تستخدمها ليتر زي ما هنشوف في الموديول الجاي ان شاء الله في رياكتور كالكوليشنز. فعرفنا يعني ايه بنش مارك، وعرفنا ان هو سهل ان يتعمل بكود مش حاجه يعني انون. ده الراجل ده راجل عالم، ليه بوست كده افتح شايف الالوان والحاجات دي، الحاجات دي كلها انت بتعملها وانت قاعد ما فيش فيها يعني فيش فيها، بس هو غلطان في حاجه بصراحه. ايه الحاجه اللي غلطانه؟ ان ده مش طول الكور، الرسمه دي كان المفروض يقطع من هنا كمان، ودي مشكله مهمه جدا نتكلم فيها دلوقتي. في ناس منكم بيروحوا عاوز يعرف ديتا او جيومتري يروح لبيبل، دي حاجه خطر، هو ممكن يكون سهوا رسمها غلط. انت لازم ترجع للبنش مارك بروبلم الاساسيه
او الضيق الاساسيه. فدي من احد الاخطاء مثلا ان هو ده مش تم الكور. اوريكم نمر ثانيه عامله برضو كور بجيومتري غلط. بص معايا كده. بصرف النظر عن مين اوثر. بس ده بيبر موجوده برضه. يو كان براوز ات على النت. ده فكر يعمل ربع الكور. ده اكبر من ربع الكور برضه. اللي هو رسمه ده اكبر من ربع الكور. يعني مثال هو هنا بيقول ان انا عندي في الكور كله دي حقيقة فعلا. الكور كله فيه 9 فول رودد فيل اسامبل. يعني كنترول رودز اللي هو داخل فيهم كنترول رودز بالظبط كلهم 9. طب ده ربع. هما هنا كام؟ ادي 1 2 3 4 5. 5 في 4 بكام؟ ب 20. يبقى دول مش 9. صح؟ امتى يبقوا 9؟ مش ده هو رسم ربع الكور؟ ان انا اقسم ال 9 على 4 فيها كام؟ 2.5. حلو. 2 و8 ماشي. 2 و8 2 وربع. طيب ف 2 وربع دول مش 2 وربع، دول 5. ما شاء الله. 1 2 3 4 5. انت ازاي احول 5 دول ل 2 وربع؟ ايوه. يبقى ده بقى هيبقى نص وده تم. تم وتم اللي هو ربع وده كمان نص. فهتلاقيها بقى تتظبط ان هو ده فعلا كده. فهو الجيومتري بتاعته هنا الغلطه ان هو كان المفروض يمشي هنا كده ويمشي هنا كده. اكشلي هو الحسابات النتائج صح. بس ساعات انتوا بتخشوا على ريفرنس تقول ده واخد الرسمه دي. وبعدين عامل الكود بالام سي ام دي، وبعدين نيجي كمان اسبوع يقول لك مربي دقنك. ايه في ايه؟ انا عامل الجيومتري هي الجيومتري. والنتائج بتاعت كي مش بتطلع زي نتائج الريفرنس. وتلاقيك بقى يجي لك حاله اكتئاب وانا ما بعرفش اعمل حاجه في الدنيا. والمشكله اساسا انت رحت الحاجه هو استخدم بنش مارك بروبلم. فعشان كده انا بروح للبنش مارك بروبلم الرئيسيه. ودي نقطه مهمه زي ما قلت لكم. روحوا الميكرو داتا، روحوا برضه للبنش مارك الرئيسيه. ادي البنش مارك الرئيسيه اللي كانت عاملاها ارجو. لو رحنا لصفحه اعتقد 277 شايفين حاجة؟ 277 هي دي نفس البنش مارك بروبلم بالدايمنشنز بتاعتها. بس هنا هو واخد فعلا تم كور صح. يعني هتلاقيه هنا واخد نص الاسمبلز فرسمها من 0 ل 10 بس. وهنا اوكي. فهنا في البنش مارك في البروبلم الاساسيه هتلاقيها مرسومه صح. ده فعلا تملي الكور اللي انت لو عملته بكونسول هيطلع النتيجه صح. لاحظ ان انا كنت دخلت على التو بيبرز. انا وريتكم تو بيبرز، واحده منشوره في مؤتمر وواحده منشوره في نيوكلير انجينيرنج اند ديزاين. لو خدت الرسومات بتاعتهم ورحت كنت هتجي لك اكتئاب. ليه؟ الكود بعرف اشتغل بيه اهو والانبوت اهو. طب النتيجه ما بتطلعش ليه؟ لان انت مش واخد بالك ان هو ممكن يكون حتى كتب حاجه غلط او رسم حاجه غلط. هو ممكن الكود بتاعه يكون صح بس رسمته اللي غلط. اوكي. فنقطه ثانيه، ما تيجي تعمل بنش مارك لازم تروح للبروبلم ايه، ما تروحش البيبر وتشوف هو عامل ايه وتعمل زيه. اوكي، عشان نفسيتك ما تتعبش. طيب فالناس دي كويسه هي فعلا. هم عملوا زي ما احنا عملنا في كومسون ان ده خد نص هنا وده التم وعملنا وطلع كي 1.0298. دي اول بنش مارك بروبلم هناخدها. هناخد ريست سيني كونتينيو في عمليه البنش مارك. شكرا. طيب هنكمل ان شاء الله. تو سمرايز، يعني احنا بدانا زي ما انتم شايفين او اتكلمنا قبل كده من شويه في النيوكلير داتا وازاي بنعالجها، ويعني ايه سيل كالكوليشنز، وازاي بعمل كرييشن جروب كونسنس. وبعدين
قلنا نعمل بنش مارك بروبلم بشايز ووت رياكتور عشان نتاكد من الموديل وكمان نتاكد من جروب كونستنس هل هي مظبوطه ولا لا. في نظر بنش مارك بروبلم برضه هناخدها. ده زي ما انتم شايفين ام تي ار رياكتور في سنتر اوف فلكس تراب في العاده بتبقى بيبقى فيها ووتر. اوكي في هنا كنترول فيول اسمبلي اللي هي ممكن تبقى فيول اسمبلي بلس كنترولات وهلاقي فيول وهلاقي جرافايت وووتر بشكل معين. الاشكال دي بتغير شكل الفلكس شيب او الفلكس سبيكترم. انا قلنا من شويه ان انا لو حطيت ريفلكتور او عملت انسيرشن كنترول رودز او خدت كنترول باترنز معين ممكن في البريشرايزد ووتر رياكتور اخلي الفلكس اولموست فلات عن طريق حتى تغيير الريشمنت. معظم الريسيرش رياكتورز او الام تي ار رياكتورز بالعكس انا مش عاوز يبقى في ليكج في اتجاه اكسبيرمنت انا هعملها. عاوز يكون يبقى كومباكت. عاوز اغير الفلكس سبيكترم في حته تخليه عالي في حته وواطي في حته ثانيه. فشكله ما بيبقاش زي البريشرايز ووتر رياكتور. فهنا مثلا ممكن احط فاسيلتي او كوبالت مثلا زي ما هو موجود عندنا في المفاعل. هنا حاطين في السنتر كوبالت 59 عشان يتحول لكوبالت 60 او ممكن احط اوريديوم. ممكن انتج فيديو ايستوبس من خلال ريسيرش رياكتور. ففي مساله مشهوره قوي اللي هي 10 ميجا وات ام تي ار بنش مارك رياكتور. ودي لو بصينا برضو هنلاقي فيه هنا بيبر منشوره وفي البيبر ديت هو ورانا برضو الواي اكس واي والزد دايركشن وشكل السيل اللي عمل بيها طلع بيها جروب كونستنس او شكل الاسمبلي. وفي الاخر خالص بيطلع شكل السبيكترم. يعني السبيكترم او الفلكس ديستريبيوشن قد ايه نيوترونز بير سنتيمتر سكوير في المفاعل. نلاقي هنا الفلكس الويب ده يعني عالي في الووتر تراب اللي في النص بيحصل مودريشن بتلاقي السيرما فلكس هنا عالي وبتلاقي التدريج زي ما انتم شايفين هنا عالي في الاطراف. هنا عند الجرافايت عالي شويه وبعدين بره خالص بنلاقي الفلكس بيقل جدا. والفاست فلكس هتلاقيه عاكس شويه يعني في الحته اللي هي في النص اللي فيها الووتر هتلاقيه قليل وبعدين هنا زياده في الاطراف فيبقى ليه شكل سبيكترم معين. اذا المفاعل ده ليه شكل سبيكترم معين زي ما انتم شايفين كده. وممكن الكلام ده لو رسمته بحيث ابين الامبليتيود بتاع كل ريجن فانا رسمته هنا فيطلع الفاست. شوف الثيرمال فلكس بيبقى بيك في السنتر اللي هي عند الووتر تراب اللي ممكن اشعه فيها ريدي ايستوب. فانا في الـ في الـ في الـ في الماتيريال تيستنج رياكتور او ريسيرش رياكتور اللي هي يوزد فور ريدي ايستوب برودكشن انا بغير السبيكترم لمصلحتي وبسمح بالليكج لمصلحتي. يعني ما ينفعش اقول ان انا مش عاوز الليكج يبقى كبير. ازاي؟ ده انا باجي عند البريميوم احط عاوز اشعع حاجه. فلا ده انا عاوز الليكج يبقى كبير. اوكي؟ طيب فهنا ده السيرمال فلكس وتلاقي هنا عامل بيكس عند الريفلكتور عند الجرافايت وهنا الفاست فلكس زي ما انتم شايفين شكله بيبقى عامل كده. البيبر دي هو حسب بسورس ام اي تي عاملاه متاح للعالم كلها اسمه اوبل ام سي زي ما انتم قالوا زي الام سي ام بي. ممكن تخش على السايت ويب سايت بتاع بتاع الاوبن ام سي في الام اي تي سيرش فور ات هتلاقي الاوبن ام سي. نزل الاوبن ام سي هو زي مونت كارلو بالظبط. اوكي بياخد برضه نفس الحكايه اللايبرري بتاعت الاندي اف ويبتدي يحل زي ام سي ام بي. فهو عامل حسابات دي باوبن ام سي. يبقى مهم قوي ان كل كود اروح اطبقه على بنش مارك بروبلم قبل ما استخدمه في الحقيقه.
ما تجيش كود النهارده انت طلع في دماغك كده تقوم قايل ده اللي انا هحسب بيه في المفاعل بتاعي، لا لازم تعمل بنش مارك بالكود ده على مفاعل قريب من المفاعل بتاعك وتشوف اداؤه عامل ازاي وبعدين تستخدمه. فهمنا القصه دي مهمه. طيب فهل احنا نقدر نعمل الكلام ده بكونسول؟ يس وي كان. نفس الحكاية برضو استخدامنا للسوفت وير اللي انا بقولك عليه دلوقتي اسمه كونسول، انا محتاج اعمله بنش مارك، يعني ما اقدرش على طول اقوم جاي اعمل بيه مفاعل كده على طول، لا لازم اعمل بيه بنش مارك. اوريدي انا عملت بنش مارك للكود ده، ازاي عملت له بنش مارك؟ ان انا عملت اكتر من رياكتور مثلا بشارز اوتو رياكتور ام تي ار رياكتور وات ايفر، في الاخر طلع ريزنبل فيزلز، اذا هو خلاص بنش مارك تقدر تعمل بيه حاجات كتير. وزي ما قلت لكم استخدام الكود ده بروميسنج جدا في المستقبل لانه عنده انترنتيك كابلنج، وهنشوفها في الثيرمال ديزاين او الثيرمال هيدروليك اللي هي الموديول الجاي ده حالا او اللي بعد الجاي، هنشوف ازاي بعمل كابلنج ما بين النيوترونكس، زائد ان انا اعمل ممكن اعمل كابلنج مع الكاينتكس. الكاينتكس نفس اللي احنا خدناه ده بالظبط بس في التايم، مع التايم كل حاجه بتتغير مع التايم، فممكن اعمل كابلنج ما بين الحسابات اللي احنا بنحسبها وتغير كنترول بوزيشن مثلا او اي حاجه التمبريتشر، اي حاجه بتعمل رياكتيفيتي او بتعمل انكريزنج للنمبر اوف نيوترونز او ديكريزنج للنمبر اوف نيوترونز. طيب ده كونسول اهوت، نفس الحكايه زي ما عملنا المره اللي فاتت في البشار زيوت رياكتور. لو بصيت هنا الجيومتري، ادي الجيومتري بتاع المسألة بتاعتي، وأقدر أجنريت كوفيشنت فور اتش ريجن فأنا ممكن يبقى عندي فيول لي ريشمنت معينة، ده المية مثلا فين المية في الجيومتري بتاعتي أهي هنا في النص وافري وير، فدولت هيبقى لهم جروب كونسنس معينه صح؟ احنا قلنا ان كل ريجن له جروب كونسنس بتاعته، فانا معلم على دولت، يعني انا ممكن دلوقتي اعلم لك على واحد زي ده كده بس هو هيقول لك ده مستخدم في حته ثانيه او اشيل ده او اعلم عليه، اللي اعلم عليه معناه ان هو ده انكلودد، وعلى طول اقوم جاي حاطط الجروب كونسنت الديفيجن كوفيشن دي 1 دي 2، اقوم جاي حاطط الابسوربشن كروس سكشن الفيشن، طبعا الميه برده ما فيهاش فيشن فالسورس تيرم بتاع الفاست نيوترون هيبقى صفر. طيب عظيم جدا، هنا ممكن احط الاذر ريجنز الجرافايت واحط الجروب كونستنس بتاعته، الكونتورد الفيول اسمبلز اللي جواها الكونتورد الفيول اسمبلز العاديه. طيب واقدر اعرف الباوندري كونديشنز بتاعت البروبلم بتاعتي، ساعات هو يقول لك خد الباوندري كونديشن بصفر، خد انت بصفر لان انت بتقارن بيه، اوكي؟ يعني هو اللي بيعمل يعني بيوصف المساله انت ما تغيرهاش من مزاجك، تقول ليه انا ادق، لا خد اللي هو قال عليه، قال لك الكرنت هنا بصفر يبقى الكرنت بصفر، اوكي؟ واقدر اقول له ستادي، وبعد ما اقول له ستادي نبتدي نبص بقى ده الفلكس ديستريبيوشن زي اللي شفناه في البيبر، الكي افكتيف هتطلع ذا سيم او قريبه منها، هنلاقي برضو ان في السنتر الفلكس الثيرمال فلكس بقى عند بيك، عند الريفلكتور عمل بيكس خاصة بالريفلكتور اللي هو الجرافايت، وده شكل السبيكترم في الثيرمال ريجن. اقدر ارسم الفاست فلكس زي الرسمة اللي هو رسمها بالظبط هناك، يعني انا رسمها لكم بنفس الشكل عشان لو حتى بصينا في البيبر هنلاقيها نفس الشكل ده،
بس عندنا اوضح شويه يعني انا ما اعرفش هنا واضحه يعني شايف هنا الفاست فلكس هنا في الحته دي باين ان هو في ديب كبيره هنا ده الفاست فلكس وعامل له بلان هنا لو انا رحت للبيبر اللي احنا لسه شايفينها حالا دلوقتي بس هنا الفاست فلكس بتاعته ده هنلاقي الرسمه بتاعتنا اظرف شويه طيب الرسمه دي الرسمه بتاعتنا اوضح من الرسمه بتاعتهم يعني الجرافيكس اللي انا عايز اقول لكم برضو ان حتى الكودز في الجرافيكس بتاعتها بتختلف اوكي حتى الكودز في الجرافيكس بتاعتها بتختلف طبعا لو طلعت على اي ديتا لا هلاقي ممكن كمان في اختلافات في بعض الارقام ممكن تحصل ما بين كود وكود بس زي ما انتم شايفين دي الرسمه بتاعتنا دي الرسمه اللي كانت في البيبر الريزوليوشن بتاعنا اعلى شويه يعني الريزوليوشن بتاعنا اعلى شويه في الفيجر بس هي نفسها الجزء اللي وتر تراب هتلاقيه ريد حواليه اصفر شويه هنا في الجزء اللي فيه جرافايت هتلاقي النقط اللي هي اللي انت شايفينها هنا دي كده لو انا بصيت في الرسمه بتاعتنا هتلاقي نفس الحكايه الريد حتى واخدين نفس الكلر كود الكلر كود ده بيسموه في الام سي ام بي او في الاوبن ام سي او في الكونسول زي ما احنا بنعمل دلوقتي سبيكترم اسمه سبيكترم هو اسمه كده رينبو سبيك يعني الوان الطيف تمام ده معروف اسمه كده فانت لو عاوز ترسم نفس الرسمه بنفس الكلر كود عشان تقارن نتائج الكود ده نتائج الكود ده اختار الاوبشن ده طلعت هي نفس الرسمه صح؟ لاحظوا اللي انا عملته ده هل هو صعب؟ المساله دي you can do it in 5 minutes or 4 minutes وتعمل بيبر زي اللي الراجل عاملها ده مفيش القصه مش بيج دي بس تبقى ساينتفك زي ما بيقول الداتا تجيبها من مكانها السليم توصف البروبلم صح ترجع البنش مارك تشوفها دقيقه يعني إيه انت موصفها صح ولا لا وبعدين تاكسكيوت الريزلتس المش يعني زي ما قلنا احنا بنحل فاينايت اليمنت زي سايتيشن بيحل فاينايت ممكن يحل فاينايت اليمنت او في كود كتير بتحل فاينايت اليمنت انا واخد مش ستراكشر زي ما انتم شايفين كده اكسترا فاين في كودز اما كنا بناخد المش ستراكشر صغير قوي كان بيبقى عندي مشكله او مشكلتين المشكله الاولانيه الران تايم بقى في ران تايم مشكله في الران تايم ده الادابتف مش ستراكشر قلنا ان هو بيجي عند الحتت اللي فيها مشكله في الحسابات ويبتدي ايه ياخد مور مشز دي نقطة كويسة في القمص. بلس ان ده اسرع. يعني انا بخلص الران ده في قد ايه؟ اوريكم التايم بتاعه كده هتستغربوا. وده امبورتنت فاكتور على فكرة. 56 ثانية. 56 ثانية. ده وقت قليل على فكرة. مش وقت كبير طبعا البروبلم لو كبرت ممكن ياخد وقت اطول بس انت بتتكلم ان حصل ثوره فعلا في الكمبيوتيشن وكان في واحد بيسال طب انا بحل المالتي جروب ديفيوجن ايكويشن هو انا ليه محتاج كودز ليه مش بحلها بايدي انت تقدر تحلها بايديك ديترمينستيك مثلا لو انت زي لامارش كده بتحل الجيومتري بسيطه سلندر انما انا عمال اديك ريجونز وديفرنت ريجن وديفرنت انريتشمنت وديفرنت برنام ديستريبيوشن وحاجات كتير ما تقدرش تعمل الحاجات دي بايديك ما تقدرش تحل كل الريجنز دي فبتضطر ان انت تستخدم كمبيوتر يقسم الريجنز دي ويبتدي يطبق حاجتين الباوندري كونديشنز والكونتينيوتي ايكويشن داخل ان الفلكس دايما هيبقى كونتينيوس اوكي طيب لقينا ان احنا وصلنا لنفس نتائج البيبر وده بالنسبه للام تي ار تيبل ممكن ارسم رسمه 2 دي مثلا عشان انا عاوز اشوف السيجنال فلكس في 2 دي او الفاست فلكس فهتلاقي الفاست فلكس هنا في ليكج هنا وهنا هتلاقي في عند الووتر ترابل في السنتر هتلاقي في الديب ديت الفاست فلكس بينزل لان السيرماليزيشن بيزيد وده شكل عندي فانا اي كان دو ايفري ثينج زي ما حرفيا طب ارجع للسلايدز بتاعتنا
اذا الموضوع كان يدو اور سيلف ده حصل احنا ممكن نعمل الكلام ده بسهوله جدا.